تستعد محافظة كربلاء لبدء موسم دراسي حضوري بعد غياب استمر عامين متتاليين، حيث سيتوجه مئات الآلاف من الطلبة نحو مدارسهم في ظل إجراءات وقائية وتحذيرات من موجة وبائية قادمة بعد قرار حسم الوزارة للدوام الحضوري وكيفية احتساب أيام الدوام في ظل التوقيتات الزمنية المعلنة. الزميلة مآثر طالب توافينا بالتفاصيل. كحال أغلب المحافظات العراقية، تستعد كربلاء لبدء موسم دراسي حضوري بعد غياب دام عن مقاعد الصف لعامين متتاليين، حيث سيتوجه مئات الآلاف من الطلبة نحو مدارسهم في مختلف المراحل الدراسية في ظل إجراءات وقائية وتحذيرات من موجة وبائية قادمة. بدء العام الدراسي وأن يكون الدوام حضورياً، حقيقة القانون هو من سمح لوزارة التربية بهذه الإجراءات على اعتبار هي المسؤولة عن مجريات العملية التربوية ورسم السياسة التربوية في العراق. نحن نؤيد هذه الخطوة على اعتبار أن هناك انخفاض كبير بأعداد الإصابات، والدوام سيكون 4 أيام في الأسبوع، لذلك ما يقارب أكثر من 10 مليون تلميذ وطالب على مستوى المدارس العراقية الحكومية والخاصة. ندعو لوزارة التربية ووزارة الصحة وكل الوزارات الساندة إلى تهيئة ظروف ومستلزمات وخلق بيئة تعليمية صالحة. كربلاء المدينة التي كانت تشهد حاجة ماسة للأبنية المدرسية تصل إلى قرابة 750 مدرسة لحلحلة أزمة الدوام الثنائي. قبل حل هذه الأزمة دخلت في متاهة أخرى بعد حسم الوزارة للدوام الحضوري في كيفية احتساب أيام الدوام في ظل التوقيتات الزمنية المعلنة. نحن كمواطنين وكأولياء أمور نرحب بالإجراءات اللي تخص بدء العام الدراسي، مع بعض الملاحظات أن المسؤولين عن اتخاذ القرار يجب أن يكونون دقيقين باتخاذ المواعيد أو اتخاذ القرارات ودراسة الأمور كاملة، حتى لا يكون هناك قطع أو قرارات استثنائية، لأن المجتمع يعني كاملة مع رجوع الطلبة. يعني أنا أقول هذه الفترة اللي هي سنتين، ما يقارب سنتين في جائحة كورونا والطلبة في بيوتهم جالسين، دوام ماكو، المفروض إنشاء استغلال هذه الفترة، استغلال هذه الفترة خلال السنتين إنشاء هذه المدارس. يعني اليوم طلبتنا واليوم هذا الجيل يحتاج إلى عناية كثيرة جدا. اليوم الطلبة عدم استيعاب، يشوف استيعاب ما عنده. مدارس حكومية وأخرى خاصة تنتظر عودة الدوام الرسمي مرة أخرى إلى قاعاتها الدراسية على أمل الارتقاء بالعملية التربوية وتعويض الطلبة الأيام التي مضت عليهم بعيدا عن القاعات الدراسية. من كربلاء المقدسة مآثر طالب،